بالعمر، فخر عائلتنا، هنيئا لك هذا النجاح المستحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم التلميذة بن عمر ملاك الهدى من ثانوية العقيدة والشدية محمد واد القبة عنابة، المتحصلة على شهادة البكالوريا دورة 2023 بمعدل 18.82 والمرتبة الأولى ولائيا. سعيدة جدا بهذا الإنجاز، يعني المرتبة الأولى ولائيا وبمعدل ممتاز والحمد لله. أشكر والدي الكريمين محمد البشير ومريم، أشكر إخوتي الدكتورة سمية والأستاذة أسماء، أيضا أيمن ومحمد الهادي، وكما أتقدم بجزيل الشكر لأساتذتي الكرام على دعمهم الدائم طيلة مساري التربوي الدراسي وإيمانهم بقدراتي ومساندتهم لي دائما ومجهوداتهم الجبارة التي قاموا بها طيلة السنوات الدراسية، والحمد لله. حلمك تحقق. نعم الحمد لله، يعني هذا المعدل مشرف، أفرحت عائلتي كثيرا، وبإذن الله أطمح لدراسة الطب لتشريف بلادي الجزائر أحسن تشريف، ويعني مساعدة المرضى، فهي مهنة شريفة والحمد لله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كانت مثابرة دائما، متفوقة دائما كما قالت لكم، والحمد لله، ولكن دائما يكون التعب، ولكن نقطف ثمار بعد هذا الجهد، نقطف ثمار والحمد لله على هذا المعدل. كيف كانت معك الحاجة عايشة في الضغط؟ الحمد لله، هي ساعات يعني تكون يعني تتقلق شوية، وساعات احنا نحيو عليها هك تعرف، والحمد لله قليلا، لكن في الباك لا، الحمد لله الحمد لله. تحية طيبة لكم جميعا، والله فرحة كبيرة، يعني فرحة لا توصف، بنجاح أختنا الصغرى آخر العنقود ملك الهدى. ملك الهدى اسم على مسمى بمعنى الكلمة، هي ملك بهدوئها ورصانتها وخلقها وعلمها، ما شاء الله عليها، بشهادة أهلها، بشهادة الأسرة التربوية، بشهادة العائلة الكاملة، فرحتنا بها فرحة كبيرة بهذا المعدل أو بأكثر من ذلك، لأنها تستحق كل التقدير نتيجة المجهودات المبذولة. مجهوداتها جبارة فعلا، مجهوداتها مجهودات حثيثة منذ الصغر، تبعنا ملاك الهدى، تبعنا نجاحاتها، هي الصغرى، هي مدللتنا، هي جوهرتنا. أنستنا حرارة طقس اليوم وحرارة يعني حرارة الفرحة، الفرحة العارمة اللي نتمنها يعني تعيشها كل أسرة وكل تلميذ وكب يعني اجتهاداته وكان ناجحا. ملك الهدى رزينة، ملك الهدى هادئة، عاقلة يعني أتم معنى الكلمة، تسمع كلامنا. أكيد صعوبات وعراقيل كل السنوات والدراسة المتعبة، ويعني وباء كوفيد وما خلفه من أضرار دراسية، لكنها كانت يعني تتابع دراستها، تدرس جيدا، كانت رائعة. الحمد لله على فضل الله، فضل من الله أن نجتمع معا وأن نفرح هذه الفرحة، فهو يوم مفرح حقا بنجاح ابنتي التي شرفتنا جميعا وأفرحتنا جميعا، شرفت أساتذتها، كانوا مثاليين، فمن هذا المنبر أشكرهم واحدا واحدا، فكلهم والله دون استثناء كانوا مجدين وكانوا مخلصين في أداء واجبهم وتحمل هذه الرسالة، رسالة شاقة بالفعل. نعم، مش حاب تشوفها متمدن حي، والله أريد أن أراها وقد حققت أحلامها
وحلمها الأول منذ الطفولة كما قالت أن تكون طبيبة ناجحة، ودائما تناقشني في التخصصي بعد الدراسة الأولى 87 سنوات حسب النظام القديم والجديد. والله لي ثقة كبرى أن تكون طبيبة ناجعة خاصة في الجراحة الدقيقة. إن شاء الله. في الجراحة الدقيقة. يعني هذا التخصص ما شاء الله يعجبني كثيرا، يعني كل التخصصات قمة في الروعة وكلها يعني مهتمة بها، بإذن الله سأكون في الجراحة الدقيقة. والله فرحة كبيرة، يعني فرحة لا توصف بنجاح أختنا الصغرى آخر العنقود ملك الهدى. ملك الهدى اسم على مسمى بمعنى الكلمة، هي ملك بهدوئها ورصانتها وخلقها وعلمها، ما شاء الله عليها بشهادة أهلها، بشهادة الأسرة التربوية، بشهادة العائلة الكاملة. فرحتنا بها فرحة كبيرة بهذا المعدل أو بأكثر من ذلك، أنها تستحق كل التقدير نتيجة المجهودات المبذولة. مجهوداتها جبارة فعلا، مجهوداتها مجهودات حثيثة منذ الصغر. تابعنا ملاك الهدى، تابعنا نجاحاتها، هي الصغرى، هي مدللتنا، هي جوهرتنا. أنستنا حرارة طقس اليوم وحرارة يعني حرارة الفرحة، الفرحة العارمة اللي نتمنىها يعني تعيشها كل أسرة وكل تلميذ وكبا يعني اجتهاداته وكان ناجحا. ملك الهدى رزينة، ملك الهدى هادئة، عاقلة يعني أتم معنى الكلمة، تسمع كلامنا. أكيد صعوبات وعراقيل كل السنوات والدراسة المتعبة ويعني وباء كوفيد وما خلفه من أضرار دراسية، لكنها كانت يعني تتابع دراستها، تدرس جيدا، كانت رائعة. Yeah!